وعزة جلال الله يا بيه ما حصل، طلعوا على خدوا العربية باللي فيها. ايه؟ مش عايز تقول حاجة انت كمان؟ على فكرة بقى، أنا ببقى قاعد في أوضتي فوق وعارف إيه اللي بيدور في كل بيت من بيوت الرجالة بتوعي والنسوان كمان. طمعت يا خليلة؟ والله العظيم أبدا. معقولة هقعد الإيد اللي اتمدت لي بالخير؟ الفلوس جننتك أكتر، بنتي مجنونة يا باشا، أقسم بالله ما حصل. لا حصل. أنت عارفة البضاعة اللي خدتيها دي تمنها كام؟ ما سرقتهاش، والله ما سرقتها. لا لا كده كداب يا بيه. معقولة؟ معقولة هضر نفسي وابني بإيديا؟ جمال احكي لي الحكاية من أولها كده. خليلة يا باشا سرقت العربية بالبضاعة اللي فيها عشان تبيعها وتكوش على فلوس لوحديها وتحطها في عبها عشان تأمن مستقبلها ومستقبل ابنها، خصوصا ان المتولي شايل من سعادتك شوية. وليه بقى شايل من سعادته شوية؟ انا مش عارفة ليه كل واحد بيعمل نفسه مش شايف الحقيقة كويس وفجأة خد باله. جمال طلع مخلص عنك، قال وانا اللي ركبتك على الكل. كلاب بعيد عنك، اسألني انا. اه يا واطية واطية، انت هتعمل ايه مكتوب؟ تعالي يا خالتي، بالراحة بالراحة. هاتي رجلك، هاتي رجلك بالراحة. بالراحة عليها، بالراحة عليها. اسندي عليا يا على مهلك يا حبيبتي، على مهلك. ايوه اسندي عليا، حملي كل جسمك عليا. استنى حملي كل جسمك. اقفلي الباب يا جمال، اقفلي اقفلي اقفلي. بتعملوا كده ليه؟ انا كويسة. ما تقوليش ما تقوليش بالراحة. اوعى انا كويسة. تعالي على الكرسي، هتقعدي على الكرسي. ما حدش يستفزني. مش هتعرفي. اوعى ما حدش يستفزني. اوعى يا بنتي قلت لك مش هتعرفي. هسيبك تمشي تاني؟ تبقى مجنون، تبقى مجنون لو هسيبك تمشي ورا النص بملحة. هتفضل هنا معايا ولا كلمة ولا كلمة تسمع كلامي؟ أنا أمك
عارف يعني ايه امك؟ يعني تسمع اللي هقوله. وانا يا دنيا والله العظيم بعمل لك كل اللي نفسك فيه، بس خليك معايا، خليك معايا ما تمشيش. بتقول ايه؟ فريال فريال، انا الحق بطرحها بايدي، بطرحها بايدي. انا عايز اعرف بقى ايه اللي حصل. انا مش قادره اتكلم، كفايه اللي فيا. وانا عايز افهم. انا حكيت لك كل حاجه وزي ما سمعتي بوداني. اللي انت قلتيه ده ما يخشش دماغ عيل صغير. اهو ده كل اللي حصل. يا سلام، يعني انت ومتولي كنتوا ماشيين، طلع عليكم ناس عشان يسرقوا العربيه، قام متولي وقف لهم، راحوا ضاربين عليكم نار. هو ده اللي حصل. تحلفي على المصحف؟ سيبيني في حالي بقى، حرام عليكي كتير. انا مش عايزه اشوف حد، مش عايزه حد يعرف اني انا. انت فاهمه؟ يا رب نلحق الزيارة النهاردة. الدكتور بيقول إن عيط البنت حالتها صعبة أوي. عادل يا نهار أسود، إيه اللي حصل؟ أنت مين ضربك؟ خير، في إيه؟ أنت شايفة مالي؟ طب تعالى. لا لا، أنا أعرف أتحرك لوحدي. طب تعالى بس، تعالى. أيوة ماشي، قول لي أنت فين، أنا هاجيلك على طول. طب يلا باي باي، أنا جاية على طول دلوقتي.